السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الأصدقاء ديالنا، مرحبا بكم في فيديو جديد كما كتشوفوا معنا في قناة عبد مارتين. جيناكم في هذا المشروع جوهرة البحر لنبارطاجيو معكم كما كتشوفوا معنا. إن شاء الله غادي ندخلوا الشطر الأخير اللي قريب المسجد، غادي ندخلوا ليه إن شاء الله ونصوروا لكم. غير خليكم مع الفيديو من الاول حتى الاخر ان شاء الله باش تستافدوا معنا. ايوا الخوت، حنا وصلنا هنايا باش ان شاء الله غادي ندخلوا لهاد المشروع كما كتشوفوا معنا. هاد المشروع هذا ندخلوا ليه ان شاء الله نبارطاجيو معكم. هذه هي الطريقه الرئيسيه، كدير الحي شماعه وكدير حتى الشاطئ الامم، راه معروفه هذه. شتو الخوت الاصدقاء ديالنا، ان شاء الله غادي ندخلوا هنايا المشروع ديال جوهره البحر لي محد المسجد، غنطلعو من هاد الدريجات ان شاء الله باش ندخلو لداخل ونصورو لكم من الداخل ان شاء الله باش تستافدو معنا وتشوفو كديرة الدنيا من الداخل زوينة بزاف. ايوا هذا المسجد اللي هضرنا لكم عليه وحاطين شحال من فيديو عليه، راه زوين دابا كي راه تفتح، هادو الناس كيصليو فيه، الناس اللي ما عارفينوش راه مفتوح دابا كاين تيصليو فيه دابا حاليا. ايوا ندخلو لداخل ان شاء الله باش نبارطاجيو معكم المشروع. هذا هو المسجد، مازال كنصورو لكم من اتجاهات زوين ما شاء الله، اللهم بارك. شوف المسجد زوين، جات قريب للطريق. هذه هي الطريق اللي كنا هضرنا عليها اللي كدير الحي شماعو او شاطئ الامم، الطريق الرئيسيه. زوين جمع انفاس مع الشطر الاخراني الاخر اللي داروا الاول ديال مشروع جوهره البحر، اول شطر جا قريب ليه يعني بيناتهم الطريق، راه الناس راه عارفينو. وهو هادشي اللي كاين الاصدقاء ديالنا، غادي ندخلوا ان شاء الله، غادي ندخلوا لداخل كما كتشوفوا معنا. حنا مازال دابا غير كنصور لكم الشارع الرئيسي اللي هو هذا، غادي ندخلو لداخل باش نصورو لكم المشروع باش تشوفوه ديال جوهرة البحر. كما كتشوفوا معنا هاد العمارات زوينين وحتى الزناقي ديالهم زوينين نقيين، يعني الكالم هنايا بزاف كما كتشوفوا معنا، الزناقي خاوين ما فيهمش بنادم، والناس راه ساكنين هنايا. وراه الشطر الاخير المشروع جوهره البحر، ترى الشطر الاخراني اللي كنصوروا لكم فيه هذا هو، مازال هنا مسكنوش في هاد الشطر هذا. هنايا فين الناس ساكنين في هاد الشطر هذا اللي مورا المسجد كما كتشوفوا معنا. زوينة هاد البلاصة هادي ديال مشروع جوهرة البحر، وبزاف الناس كيقولنا صورنا خويا عبد المارتين هذا المشروع بارطاجيه لينا، ماشي بحال الشطر الاولاني بزاف مبارطاجي الماكسيمو، ولكن هذا ما مبارطاجيش مزيان، قليل اللي مصور فيه فيديوهات. وانتم كيما كتشوفوا معنا براطم زوينين، الصباغه ديالهم حتى الديكور ديالهم زوين.
ايوا دخلنا اليوم هنايا نصوروا لكم الداخل باش نبارطاجيو معكم جميع المعلومات في هذا المشروع جوهرة البحر. ايوا فرجة ممتعة. مشتو معانا جبنا الدورة من هذيك الزنقة هبطنا، دابا هبطنا تاني الشارع اللي كنا صورنا فيه من الأول، وحنا غاديين هنايا وغادي نصوركم الاتجاه اللي من ليه، يعني كنصور لكم هذا الشطر اللي ساكنين فيه كيما كتشوفو معانا من هنايا. مشروع ناضي ما شاء الله، اللهم بارك. إيوا حتى المسجد مازال هو رجعنا ليه تاهوانيا، تبارك الله اللهم بارك. مسجد زوين، راه ديجا حطينا واحد اللقطة اللي هو مفرش هنايا، راه فيه الزرابي ديالو زوينين وما شاء الله اللهم بارك. كتشوفوا معنا الاصدقاء ديالنا، حنا وصلنا هنايا. والاصدقاء ديالنا ما تنساوش تدعمونا، القناه محتاجه لكم بزاف، القناه ديالكم كنبارطاجيو معكم فيها جميع المعلومات. ما تنساوش تواركوا على البطونه الحمراء، تفعل داك الجرس، دير معاك اللايكات، قوم اللايكات، وحطونا شي كومونتير زوين باش حفزنا باش نحطو ما كل جديد في القناه.